عموما اليوم شاركنا في الاجتماع التأسيسي لإنشاء مركز دراسات مركز الفرنكو الصحراوي للدراسات والتوثيق أحمد باب مسكي. من طبيعة الحال هذا المركز الذي يركز على تجسير التواصل الثقافي، التواصل الأكاديمي، التواصل العلمي مع النخبة المثقفة في المجتمع الفرنسي، لكن كذلك اللي يحاول يعني يقوم بإعداد وإنجاز مجموعة من الدراسات والبحوث الأكاديمية المتخصصة في ملف الأرض المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبها الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، وكذلك يعني الاستنزاف المفرط الغير قانوني للثروات الطبيعية الصحراوية البرية والبحرية اللي يقوم بها نظام الاحتلال المغربي، يعني في تناقض صارخ مع القانون الدولي. وبالتالي يعني في هذا المركز اللي يعكس الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي، لكن كذلك يعني تحت اللجوء والتشرد بمخيمات العزة والكرامة.